بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة الحقيقة أنا بسعد بوجودي مرة أخرى في مدينة العاشر من رمضان، قلعة مصر الصناعية، علشان نتفقد عدد من القلاع الصناعية الجديدة اللي موجودة في مصر. أنا طبعاً برفقة عدد من السادة الوزراء زملائي، معالي وزير الاتصالات، معالي وزير الإسكان، معالي وزير الصناعة ورئيس هيئة الاستثمار. الحقيقة النهاردة جولتنا تفقدنا ثلاث مصانع مختلفة في مدينة العاشر من رمضان، وخليني أبدأ الأول قبل ما نشرحهم وإيه فلسفة هذه المشروعات الكبيرة. إحنا طبعاً كنا منذ أيام قليلة بنشرف بوجود فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية هنا في مدينة العاشر، وإحنا بنفتتح واحد من أكبر المصانع الجديدة اللي اتعملت، وإحنا بنحتفل بعيد العمال. وكانت رسالة سيادته دائماً الصناعة، وإن لازم نركز كدولة الفترة القادمة على الصناعة وتعميق المنتج المحلي، وإزاي إن إحنا ندخل أكبر حجم من المنتجات عشان نقلل من فاتورة الاستيراد للسوق المصري. النهاردة الحقيقة الثلاث مصانع اللي إحنا كنا تفقدناهم، يمكن بدأنا بمصنع كبير جداً حضركم يعني شفتوه معانا، وهو متخصص في إنتاج الأجهزة الصحية، والحقيقة هو مصنع بكل المقاييس على أعلى مستوى عالمي ممكن تكون في هذه الصناعة. والمصنع بالحقيقة بيصنع لكل البراندات العالمية، يعني المصنع زي ما حضراتكم شفتوا بينتج لكل الأسماء العالمية اللي احنا طول عمرنا بنسمع عنها إنها دي أعلى منتجات في العالم، وبقى بيصدر لهذه الدول اللي هي الهدف بتاعه كله التصدير لأوروبا، وحيبدأ التصدير لأمريكا. وشفنا مدى يعني جودة العمل وأعلى مستوى، والأهم التصميمات العالمية اللي بقت النهاردة تفوق ما يعني اللي احنا بنشوفه حتى في الدول المتقدمة. وده الحقيقة كانت حاجة مشرفة وحاجة تفرح. قلعة صناعية كبيرة جدا فيها أكتر من 2000 عامل، وفيها يعني أكتر من 100 مهندس مصري. التصميمات بتتعمل في مصر، بيتعمل على أعلى مستوى. النهاردة يعني أنا عايز أقول البراندات العالمية بتيجي للمصنع ده، بتطلب منه تصميمات معينة بيتم إنتاجها، وبتطلع على أعلى مستوى، وبتتحط في الفنادق العالمية وفي كل المنتجعات والمساكن اللي موجودة على أعلى مستوى في أوروبا وإن شاء الله في أمريكا. وده النهاردة ده كان هدف مهم جدا، إن احنا نتخيل إن هذا المصنع ما كانش موجود من سنتين، ولكن مع الفكر اللي موجود وتشجيع الصناعة هذا المصنع بقى موجود، وبقى بينتج على أعلى مستوى، وبيغطي يعني جزء من إنتاجه بيغطي السوق المحلي، والجزء الأكبر بقى بيصدره للخارج. الأهم إن يعني إجمالي أو المكون المحلي اللي موجود في هذا المصنع فوق 75%، يعني فوق 75% بيتعامل كقيمة مضافة جوه مصر، والباقي هو اللي المفروض النهاردة حتى بنتكلم معهم إزاي إن إحنا نزود من القيمة المضافة ومن المكون المحلي للخارج. المصنع الثاني مصنع بي اس اتش او بوش، وبوش دي طبعا من اكبر الشركات العالميه على العالم كله في الاجهزه المنزليه. احنا طبعا كنا يعني بنشرف بحضور فخامه الرئيس، كنا بنفتتح واحد اخر من اكبر المصانع على مستوى العالم لما فتحناه يوم عيد العمال، وهو مصنع هاير. مصنع بوش ده مصنع عالمي كبير جدا، شركه عالميه اوروبيه معروفه كبراند عالمي، وده يمكن الحقيقة كانت الفرصة لإقناع هذه الشركة أنها تتواجد في مصر. كان في أثناء زيارة للخارج وقابلنا رئيس الشركة وكلمنا معاهم على إن هم لازم يبقى لهم هب هنا في مصر، ادنا لهم الرخصة الذهبية، خصصنا لهم الأرض. إن شاء الله المصنع طبقا لمدير الشركة هيبدأ الإنتاج في شهر نوفمبر القادم، هيبدأوا صحيح بالبوتاجازات، ولكن التوسع هيبقى للتلاجات والغسالات بعد كده، وعندهم الخطط ان هم يغطوا منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وده جزء مهم جدا ان احنا بنوري ازاي ان احنا بنستهدف الشركات العالمية انها تيجي وتبقى موجودة معانا. اخر مصنع اللي احنا موجودين فيه وهو مصنع فيفو، وده طبعا مصنع لأحد أهم الماركات العالمية في إنتاج الموبايلات. مصر بتستورد وكانت بتستورد لغاية سنتين ثلاثة فاتوا موبايلات بأكتر من 1.5 مليار دولار سنويا، وكلها بتبقى استيراد. النهاردة احنا بنستهدف ان يبقى عندنا من اكبر 5 شركات عالمية بتنتج موبايلات، هيبقى عندنا 4 منهم بينتجوا في مصر، ده واحد منهم. فاحنا هيبقى عندنا ان شاء الله سامسونج وأوبو وتشاومينج وفيفو، وفاضل طبعا البراند الاخر اللي هو ابل، واحنا بنحاول ان شاء الله ان احنا نقنعهم ان هم يبقوا موجودين في مصر.
كل ده هدفنا ايه؟ هدفنا ان احنا نبص على الفاتورة اللي كنا بندفعها عشان السوق المصري وان احنا ازاي نغطيها، ولكن الاهم بنخلق فرص عمل. حضراتكم شايفين هنا ما شاء الله كل العمالة اللي موجودة، شباب مصري يفرح، هو اللي شغال على الخطوط الانتاج زيهم زي كل المصانع اللي موجودة المثيلة لده في العالم. فالنهاردة بنبقى عندي فرص عمل كبيرة جدا، عندي منتج محلي بيغطي السوق المحلي بدل ما كنت بستورده، وعندي فرص تصدير ان شاء الله للفترة الجاية. طبعا كان هناك مشكلة في هذه المصانع، وبنتكلم بمنتهى الشفافية، وكانوا بيتكلموا ان فترة الأزمة الاقتصادية الماضية كان في مشكلة في المكون الدولاري، وما كانوا بيجدوا صعوبة في ان هم يخرجوا المنتجات بتاعتهم. الحمد لله النهاردة بقت المشكلة النهاردة بتتحل، وبالتالي بقى لديهم الفرصة ان هم يوصلوا للمستهدف بتاعهم النهاردة من المصنع ده، انه ينتج 500,000 موبايل في الشهر، يعني بيتكلم على 6,000,000 موبايل هيبقوا في السنة، وانا هنا بتكلم على مصنع واحد. فاحنا كل قوتنا النهاردة ان احنا نركز كدولة ازاي مع هذه المصانع العالمية نمكنهم ان هم يحققوا اكبر حجم من الانتاج عشان يغطوا السوق المصري ويبدأوا يتوسعوا في التصدير. المنتج الاهم اللي احنا كمان مركزين عليه قوي والفترة الجاية وهيبقى الزيارات المستقبلية الفترة الجاية هنشتغل عليه، هو مصانع السيارات. واحنا يمكن من خلال المجلس الاعلى للسيارات شغالين على هذا الموضوع بقوة، دخلنا القانون بتاع حوافز السيارات، والنهاردة الاتفاقات اللي اتعملت مع الشركات العالمية انها تبدأ تصنع منتجات جوه مصر بنفس النموذج اللي شفناه كنماذج ناجحة في بعض الدول الأفريقية هيبدأ في مصر، وان المفروض ان متوقع ان شاء الله اول خطوط انتاج تبدأ تنتج السيارات في عام 25، وده هيبقى شيء خطوة كبيرة جداً، وده شيء مهم جدا لان مصر برضو كانت فاتورتها السابقه في استيراد السيارات اكتر من 4 مليار دولار سنويا. وكل ده عشان كده احنا بنركز، الدوله بتركز والحكومه بتركز، بتشوف فين الفواتير اللي كانت بترهق الاقتصاد المصري، ازاي اشجع الشركات العالميه انها تيجي تفتح هنا، ازاي احفزهم ان هم ينتجوا هنا عشان أقلل الفاتورة بتاعتي، وكمان علشان أخلق فرص عمل وأدي فرصة للتصدير، يبقى بدل ما استورد أبدأ إن أنا أصدر، وهو ده هدفنا كدولة لخلال الفترة الجاية. عشان كده لما بنتكلم إن مصر قادرة بإذن الله إن نقدر مع خطوات ومتابعة حثيثة إن إحنا نصل ب2030 إن تبقى صادراتنا تتجاوز 145 مليار دولار، ده مش رقم كبير ولا مبالغ فيه، بالعكس احنا لدينا الفرصة ان احنا نبقى اكتر من كده، ولكن هي الفكر كله ان احنا ازاي نتابع مصنع مصنع ومصنع مصنع ونحل له مشاكله علشان يقدر ان هو يصل للمستهدف ويحقق لنا التارجت، لان بالطريقة دي لما بجمع كل الصناعات دي مع بعضها ان شاء الله هنكون بنحقق هذا المستهدف. انا بشكر حضراتكم، ويمكن عندنا هيبقى زيارة اخيرة لمشروع سكن كل المصريين هنا في مدينة العاشر، وده من اهم المشروعات اللي الدولة المصرية متبنيها اصلا عشان نتيح وحدات سكنية مناسبة لكل شباب مصر. شكرا لحضراتكم.